طبعا يعني موضوع اللي هو اختفاء الفتيات ده مازال طبعا يعني واخد زي ما بنقول اهتمام كبير، ومازال في ردود افعال مختلفة، وخصوصا طبعا حالة ميراي، اختفاء ميراي جرجس. في كلام كتير تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هنحاول النهاردة نحط كده النقط على الحروف ونفهم الامور شوية. في برضو ما زالت بعض الاختفاءات الأخرى، وما زالت الأمور دي يعني زي ما بنقول حاجة غريبة جدا، إن احنا نفاجأ في خلال الأسبوعين اللي فاتوا دول بأكتر من حالة، وبدأ الكلام عن نصايح للبنات وخلوا بالكم، وإزاي إن انتوا احنا المفروض نعمل خير، بس مثلا في بنت حكت وقالت يا جماعة كان في عربية تاكسي وقفت وبعدين جنبي، وجت من الباب اللي وراني واحدة كبيرة كده وفتحت الباب وتعالي يا بنتي ساعديني مش قادرة أخرج. وطبعا هي البنت قلقت جدا وجريت، وهي اللي كتبت الكلام ده على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبعدين قالت انه طبعا بدأت تراقب الموقف من بعيد، لقت انه لما البنت ما ركبتش معاهم الباب اتقفل تاني والعربية او التاكسي ده مشي. فبتقول احنا طبعا المفروض نعمل خير، بس خلوا بالكم للأسف الزمن ما بقاش يعني مضمون في حاجة. فدي مثلا قصة من القصص اللي هي في بعض الأمور بتحصل من كده. قبل كده برضو كانت حكاية التوك توك والبنات المعينين اللي بيركبوا مع شخص معين في توك توك والقصص دي كلها، وبتحصل برضو مثلا اللي بعت لنا كان من الموضوع في صمالوط أو في بعض قرى المنيا، وبعد كده تحصل تصوير للبنات ومش عارف إيه، وممكن يكون عن طريقها أو عن طريق التردد البنت على نفس سواق التوك توك ده، تبتدي تبقى في علاقة يعني، وتبتدي الدنيا تنتهي باختفاء البنت. ف يعني نخلي بالنا من حاجات كتير. طبعا دور الكنيسة ودور البيت والكلام اللي احنا دايما بنقوله، انه الفكرة انك انت مش فكرة ان انت بتتابع بنتك وراحت واه وانت فين دلوقتي تمام طب كلمتيني، اللي هو انك انت كده بمثابة انك بتطمن ان البنت كويس على قيد الحياة، لكن مش ده معناه انك بتبقى عارف كل تحركات البنت. البنت لازم ان احنا نبقى قريبين منها، نشبعها بالحب علشان خاطر انها ما تدورش على الحب ده بره، او علشان خاطر انه ما تبقاش فيه استجابات لاي اغراءات او اي اغواء بيحصل. احنا ما زلنا بنتكلم انه ما بنقولش خطف، بنقول اختفاء، لحين طبعا معرفة الموضوع بعد ما تظهر البنت او ما تظهرش. الفكرة ان احنا بنستمر في كلمة الخطف، الاختفاء عفوا، وكلمة الخطف ممكن البعض هو اللي بيطلقها سواء الاسرة سواء اي حد، ولكن الأمر هنا بيبقى فيه ما يسمى بأنه إغواء، إغواء ومخطط إغواء وأمور طبعا، وناس زي ما احنا بنقول إن احنا حملان في وسط ذئاب، وإن في بعض الذئاب بتحاول إن هي تدخل للحملان دي، للحمل الوديع، البنت الجميلة الطيبة أيا كانت البنت مين، ومحاولة طبعا التأثير عليها بسلاح الحب والعاطف. الكلام ده احنا قاعدين بنقوله أكتر من مرة، الكلام ده بنردده كتير جدا. الحالات اللي احنا عيناها مع حضراتكم اللي متابع برنامجنا من 8 سنين وانا بشتغل في البرنامج، والموضوعات دي عدت علينا كتير جدا، وانه زي ما بنقول من بعد كل الحالات اللي شفناها نقدر نقول انه موضوع اختفاء وموضوع مخطط وموضوع انه محاولة استمالة البنت بالعواطف او الست بالعواطف. لما تيجي ست تسيب بناتها ده معناها ايه؟ ست بتسيب بناتها وبتمشي، او ست بتاخد ابنها وبنتها وبتمشي، ودول بس اخر وقائع، لكن في الوقائع زي دي كتير قوي حصلت في الفترة اللي فاتت، وبيبقى يعني سيدة متزوجة، الست المتجوزة دي بيبقى ايه المشكلة؟ مشكلة مع جوزها، بيتها ما فيهوش حب، ما فيهوش احتواء، ما فيهوش المسيح، ما فيش اللي هو المذبح العائلي. فاذا الموضوع يا جماعة اول حاجة البيت، تاني حاجة الكنيسة برضو ان هي بيكون في افتقاد وتفتقد البيوت اللي زي كده، ولما يكون في ست بتشتكي او راجل بيشتكي المفروض من زوج او زوج، او يعني الزوج بيشتكي من زوجته او الزوجة بتشتكي من زوجها، المفروض برضو ان زي ما قلنا بيبقى في متخصصين بيتبنوا هذه الحالات. فيبقى احنا عندنا من كل الجهات محتاجين الاسرة ان هي تبقى اهم حاجة، زي ما بنقول هي مش فكرة تقصي حقائق وفكرة البنت فين وراحت منين وجات فين، اللي هي ان انا ابقى اتابعها بالتليفون انتي خلصتي المحاضرة طب انتي فين دلوقتي؟ نو، الفكرة ان انا احتويها عاطفيا في البيت، النفس الشبعانة بتدوس العسل. دي بس مقدمة على هذا الامر، بحيث انه طبعا زي ما بنقول القصص الكتير اللي انتشرت، وفي النهاية النهارده حتى لو بنقول اختفاء بنت، وحتى لو ثبت اي شيء ليه علاقه بانه في اغواء، هل بنسيب البنت دي؟ طبعا لا.
هل نتكلم كلام وحش والكلام اللي الواحد شافه في مواقع التواصل ضغور؟ لا، ربنا ما يوقع اي حد من اللي يقول الكلام ده في تجربة زي كده. الفكرة كلها ان احنا عمرنا ما هنسيب بنتنا، بنتنا هنفضل وراها لغاية ما ترجع بيتها، لغاية ما ترجع لحضن المسيح. عايزين تقولوا لي ان البنت اللي 18 سنة ولا 20 سنة ولا 25 سنة واللي رباها اهلها المفروض بكل بساطة كده لو لا قدر الله راحت في اي اتجاه يستسيبها الاسرة؟ استحالة استحالة. واحنا كمان ما ينفعش نقول اي كلام جارح، ولا ينفع ان احنا نقول اي حاجة، ولا ينفع ان احنا خلاص انتوا بتوشتونا، انتوا صدعتونا، مش عارف ايه، البنت ماشية بمزاجها، الكلام ده غلط. مفيش حاجة اسمها كده، احنا بنفضل ورا بنتنا بنحاور وبنعافر علشان خاطر بنتنا ترجع لنا تاني. ومن منكم بلا خطية، وكل الامور دي كلها اعتقد احنا قلناها كتير قوي وعارفينها كتير جدا. نيجي بقى لقصة طبعا ميراي والموضوع الخاص ب طبعا القصص اللي هي كانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا مش هنروح لمين نشر ومين عمل ومين قال. احنا معانا دلوقتي مارينا جرجس، اخت الطالبة المختفية ميراي جرجس، وهنفهم منها هي بقى كلام كتير اتقال، هنعرف من مارينا ايه اللي بتتهم، ايه اللي بتقول عليه انه كذب في كل اللي انتشر، وانه زي ما بقول حضراتكم احنا هنا بالنسبه للبرنامج اللي عايز يحاسبني يحاسبني على كل كلمه بتتقال في البرنامج، اللي بيتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لو صفحه البرنامج احنا معانا كذا ادمن، وكل الامور اللي بتتنشر بتتنشر لموضوع مجرد تجميع معلومات، لكن اللي عايز يتكلم معانا بالنسبه لايه اللي بتقوله دكتوره منى انا قدامكم اهو، وهو كل كلمه بتطلع من لساني هنا على الهوا هي دي اللي اتحاسب عليها. برحب بيكي يا مارينا، وحقيقي فعلا يعني قلوبنا معاكي، وعايز اطمنك انه الناس كلها بتصلي، كل الناس بتصلي، وكل ما بتكلم مع حد بيقولوا احنا بنصلي من اجل ان ميراي ترجع. نعرف بقى منك انت ايه الحقائق اللي هي تغطي على اي حاجه منتشره. اتفضلي يا مارينا. في مارينا الاول وفي الاخر انا لازم اوضح ان مفيش اتفضلي، غير الصلاه اللي هرجعها. ممكن تعيدي الجمله تانية؟ معلش ممكن توضحي ايه؟ كنت بقول ان في الاول وفي الاخر مفيش حاجه هترجعها غير الصلاه، صحيح صحيح. لان الموضوع مش صغير، والبنت مختفيه النهارده لتاسع يوم، واحنا حقيقي مش عارفين عنها اي معلومه. قلوبنا كل يوم بتتقطع اكتر من اليوم اللي قبله، واحنا بنموت كل يوم بنموت، يعني الموت طلع اسهل بكتير من ما احنا كنا متخيلين. ايوه لا، في حاجات اصعب من الموت فعلا. انا بقى حابه اوضح للناس قصص انها اسلمت، وانها مع حد من زمايلها، وانها احنا لحد دلوقتي ومعانا كذا دليل ان راي لسه ما فيش. هي تمام. الدليل اللي كان والدك قاعد مارينا، والدك كان نزل شهادة الميلاد اللي انتوا استخرجتوها من حوالي يومين او ثلاثة فاتوا بانه البنت ما زالت مسيحية. الحاجة التانية ان انتوا سألتوا في الازهر، مفيش اي حاجة في الازهر، مظبوط كده؟ مظبوط. يبقى اذا الشهادة تم استخراجها من نعم كملي. وكان في اشاعة طالعة ان مراي هتكون في الازهر النهاردة علشان تشهر اسلامها، طبعا ده ما حصلش. تمام احنا كنا الحمد لله متابعين الازهر اول باول، تمام، عندنا علم، واليوم عدى ومفيش هذا هي الكلام. اللي احنا بنتكلم فيها دي. ايوه ما سمعتش حضرتك، معلش. بقول لحضرتك اليوم عدى اهو مارينا، وكل الكلام ده اذا هذا الكلام ليس صحيح. ميراي مجرد ما بروباجندا زالت اعلاميه، كل مسيحية. واحد بيحاول يعمل طبخ صحفي. نعم نعم لكن هي لحد النهارده، لحد الدقيقه اللي انا بكلمك فيها دي، هي مسيحيه. نعم نعم وما نعرفش حاجه عنها بالمره، لا سمعنا صوتها ولا شفنا وشها ولا نعرف حتى خبر عنها. والكلام اللي كان تم تداوله برضو بانه في كاهن سألها ومش عارف مين سألها وعايزه ترجعي وقالت لا، الكلام ده غير صحيح بالمره، اطلاقا بالمره، كل ده كذب ولا في اب تماما. كاهن ولا في والدك التقى معاها ولا اي حاجه من هذا القبيل نهائي. لا، ما حصلش الكلام ده. ما شافهاش يعني، حتى والدك الى الان لم يرى ميري ولا حتى سمع صوتها. تمام
كل ولا ده. أي طريقة تواصل معاها. احنا بشكرك ان انتي معانا النهارده علشان نرد على كل ما تم تداوله، وان انتي فعلا بالفعل بعد ما تم تداول هذا البوست اللي كان من الصحفي انتي كتبتي على صفحتك ورديتي وقلتي كل هذا الكلام عارم تماما عن الصحه، كل ده كذب وبناء عليه. عشان كده احنا بنحاول من خلال برنامجنا النهارده نوضح كل اللي انتي عايزه تقوليه، نسمعه ونطمن المشاهدين ونستمر في الصلاه زي ما انتي ابتديتي قبل كل شيء. اتفضلي كملي يا مارين. انا برضو عايزه اوضح للناس اللي عامله هجوم كبير قوي على مراي، في واحده مختفيه احنا ما نعرفش هي حالها ايه، لا حول لها ولا قوه، لا معاها فلوس ولا معاها لبس لان لبسها كامل في البيت، ولا معاها اي حاجه تثبت اي كلام من الهجوم اللي بيتعمل عليها. وحرفيا البنت اكيد مسخينه جدا دلوقتي، كل واحد في بيته مجرد بيوجه اتهامات ليها، ده ظلم كبير قوي، واللي بيظلم بيتظلم. فأرجوكم بلاش تروجوا الإشاعات، مش حتى إحنا كمان هنعمل إشاعات، مش الشر والخير يجتمعوا على حاجة واحدة. تمام. حاجة كمان، مراي اتفضل. دي أختي، أنا في المارينا جرجس وهي اسمها مراي جرجس، ودي دمها بيجري في دمي ودمي بيجري في دمها. والدها وأمها وأختها الصغيرة وأنا بنحبها حب مش طبيعي، حب لا نهائي، والحب ده اتحط جوانا بالفطره، مفيش حاجه هتخلينا نكرهها، مفيش حاجه هتخلينا ما نقبلهاش. انا بقول لك انا دلوقتي لو لمحتها قدامي على اي حال انا همسكها في حضني ومش هطلعها تاني. حقيقي، وده زي ما مهما يكون بنقول دي لحم ودم. ده الطبيعي، ده الطبيعي. واحنا بنقول مفيش حد، حتى لو هي غلطت مفيش حد معصوم من الغلط. انا مش بقول احنا زي ما انت بتقولي مفيش مش حد. عارفين حاجة، لكن ان شاء الله ربنا يرجعها، ده كل هدفنا. انا كتير جدا يا مارينا لو انتم متابعيني حتى لما بتكون في بنت مختفية وبترجع وبنيجي نتهاجم، ايه هو ده انتوا قعدتوا تقولوا لنا صلوا علشانها ودلوقتي مش عايزين تقولوا لنا هي كانت فين؟ من حقنا نعرف. بقول لهم يا جماعة الابن الضال لما رجع لابوه، ابوه ما سألوش انت كنت فين ولا عملت ايه ولا عاتبه، خده في حضنه وقال انه ابني هذا كان ضالا فعاد. ايا كانت هي كانت فين، كان ايه اللي بيحصل، لكن عمر ما اسرتها وابوها وامها واختها واختك التانية كلكم واي حد من صحباتها وكلنا، كلنا زي ما بنقول ماري لما هترجع كلنا هنفرح، كلنا هنبقى في منتهى السعاده، لان دي اختنا كلنا وبنتنا كلنا. وان احنا زي ما بنقول ايا كانت فين كفايه انها رجعت لنا، وان احنا نحوط عليها ونحافظ عليها. دي اهم حاجه اللي احنا بنقول، انه لا يمكن، لا يمكن. انا والناس اللي هي بتجرح يا مارينا انا بقول لهم كل مره بقول لهم الكلام ده حرام عليكم، اعتبروا انه ممكن ربنا يجربكم التجربه دي في اي حد عزيز عليكم، ارجوكم خليه عندكم حكمه، اتعاملوا بالايمان المسيحي. مش كده، مش كده بجد، كفايه شتايم وكفايه تجريح. انا نفسي اتشتمت بسبب انه طبعا لما باجي بتكلم في اي حاجه، لما باجي اتكلم عن بنت مختفيه ورجعت وحاجات غريبه جدا، يا جماعه ليه بنشتم بعض وليه بنجرح بعض؟ عايزين نحب بعض ونفرح كلنا فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. كملي يا مارينا. انا برضو عايزه اقول احنا كلنا كمسيحيين بنتمثل بحياه واحده بس كانت على الارض، عاشت لمده 30 سنه، 33 سنه على السيد المسيح. السيد المسيح لما شاف الخاطئه التي امسكت في ذات الفعل قال من منكم بلا خطيه؟ مين فينا ما عندوش خطيه علشان يقدر يتكلم؟ مين فينا يقدر يدين؟ مين فينا الديان العادل؟ صحيح. ازاي بتتعاملوا كده؟ ازاي بتتكلموا كده؟ صحيح. يعني وانا برضو قدامك على الهوا بعتذر ان احنا والادمن كنا نزلنا هذا البوست لمن يدعي ان هو صحفي، وكل الفكره كلها انه الناس كلها مهتمه، ولكن على طول اول ما انت كدبتي نزلنا التكذيب، ولما والدك كتب طلب الصلاه نزلنا طلب الصلاه، وكل البوستات اللي كان بابا بينزلها باستمرار، فهي كل ما في الامر الصفحه ليها اكتر من ادمن. الفكرة كلها انه محاولة تجميع الصفحة دي ومواقع التواصل كلها، بنحاول نجمع من مين قال ومين اتكلم، وبنحاول نجمع الدنيا عشان تتبلور معانا اثناء الهوا علشان نعرض عليكم الحقيقة كلها. يعني كل ما في الامر ان هو تجميع الدنيا. احنا لغاية دلوقتي اهو كلام مارينا هو الكلام الوحيد اللي هنعتد بيه، مش هنعتد باي كلام ايا كان. يعني اعتقد ان دي واضحة. اتفضلي اكدي على الموضوع ده مارينا للناس كلها، وانه وبرده خلي حاولي انك تخلي دايما كل بوستاتك مفتوحه للبابليك للعامه علشان ما حدش يتكلم برده ويقول اصل ده في بوست برده مارينا عملته للفريندز بس ما عملت. فراعي انا عارفه ان دي احيانا بتبقى انتوا، ربنا يكون في عونكم، الوضع والتجربه صعبه، ربنا ما يجرب حد التجربه دي، ويا رب التجربه دي تنتهي بسلام. فاكدي هذا كل الامور اللي احنا بنقولها يا مارينا. اتفضلي.
انا برضو كنت كان نفسي جدا المستشار ايهاب رمزي يوصلني، علشان انا حاولت اكلمه وهو ما عبرنيش يعني، بس انا مين عايزه هو؟ بجد اتواصل معاه علشان نكون المحامي بتاعنا في الموضوع ده. الاستاذ ايهاب رمزي. طيب احنا برضو اعتقد احنا معانا الاستاذ نادر شكري حاليا برضو، لو في ممكن يقدر يساعدك في حاجة، ونحاول برضو نشوف لو في احتياج لمحامي، نشوف اذا كان استاذ ايهاب مش فاضي ممكن نشوف مين، وانه بالفعل الموضوع واضح انه محتاج محامي ومحتاج تكثيف في صلوات ومجهودات كبيرة جدا من كل اللي يقدر يعمل حاجة في سبيل ان ميراي تعود ترجع تاني. كملي اتفضلي يا مارينا. انا ما عنديش حاجه تانية اقدر اقولها غير انكم لازم تصلوا كتير جدا، ما تخافوش عن الصلاه، ما تيأسوش. طيب